أختي ساتيش روح من هون لو سمحت أو رح يصير بيناتنا مشكلة كبيرة، ما بدي أحكي معك أبدا. بس يا أختي هي أول مرة بيصير معي، بيصير معي مشكلة وأخي ما بيكون جنبي، حاسة حالي كتير وحيدة هالمرة. مو هيك القصة بس. مبلا هي هيك ساتيش، هي هيك القصة، إنه أخي ما بيوثق فيني نهائيا، بيوثق بمرته يلي ما صار لها 15 يوم بس جاي على هذا البيت. ليش ضعفت قدام هي الظروف ساتيش؟ أخي أنا بحبك كتير من كل قلبي برغم كل شيء. بس يمكن لأني مو أختك، أختك الحقيقية. ليش عم تقولي هيك؟ أنا دائما كنت عاملك أكتر من أخت حقيقية وأنتي بتعرفي هالشي. بس هلأ الظروف كتير صعبة بالبيت، والموقف يلي أخدته بصف فارشا كان كتير ضروري. مع أنك بتعرف إنها غلطانة، يعني فارشا ما أنا غلطانة. أنت شو يلي عم تقوله؟ إنه أشوين غلطان؟ ها؟ ما فيني أعمل أي شي مع حدا بيفكر إنه زوجي هو يلي غلطان. أختي أنا بحياتي كلها ما اتهمت آشوين بأي شيء أبدا، وأنا ما رح أحكي شيء ولا أتهم حدا لحد ما أثبت براءة فارشا وحقها. أنت صاير مجنون بفارشا وحبك إلها، حتى أنك ما بدك تعرف لا شو الصح ولا شو الغلط. ماشي أنا معك ساتيش، من وقت يلي كنا صغار تشاركنا بعلاقة قوية، كتير كنا قراب من بعض، بس يظهر أنا صار لازم ضحي بهي العلاقة هلأ من شان سمعت زوجي ومن شان حالي. أنا جاهزة أعمل أي شيء. ماشي أنت حرة، قرارك الشخصي، ما رح أحكي شيء. بس أنا بدي أقول لك شيء واحد ضروري، أنا رح أكون معك ودائما رح أبقى معك. فيك تقولي وتفكري أي شيء عني، حتى لو شفتي حدا مو منيح، بس أنا رح ضل حبك نفس الحب وأحترمك نفس الاحترام، ما رح يتغير شيء. كيلو سبانخ. والله شي لاي. يلا حطي سبانخ، حطي بطاطا كمان. جانا بنتي، حفلة استقبال ابن شرفاني خلصت مو هيك؟ وبقيان للطلاق 3 أيام بس لحتى يصير. إذا أنت حابة إنك تروحي على بيت أهلك من هلأ فيك تروحي، لأنه ما ضل فيني وقفك أو أمنعك عن شي. لك عن جد أنت كتير غريبة سفيتا، مو أنت يلي سمحتي لأن تبقى هون معنا ليصير وقت تاريخ الطلاق؟ شو اللي صار هلأ؟ شبك أنت ليش هيك عم تحكي معي؟ جانا قالت رح تبقى هون لحد ما تصير حفلة استقبال الولد وبس، وبعدين بدها تروح، من شان هيك عم بسألها. ايه هي قالت، بس 3 أيام شو رح يفرقوا يعني؟ العمى عم تحكي كأني عم بسحبها من إيدها وعم قلها تركي البيت هلأ، يلا روحي روحي. عم تزيدي يا سفيتا، ما في أمل من النقاش معك. مازن اللي ابني جانا فيها تبقى هدول 3 أيام هون ولا لا؟ يلا اللي شو؟ لك يلا احكي شو رأيك بقى، ليش ما عم تحكي ابني؟ ماما هنن بقيانين 3 أيام، وإذا جانا حابة تبقى ف كلياتكم بتدوروا وبترجعوا على جانا، يعني هلأ كل شيء هالمشحرة بدها تقرره؟ بدي إياكم هلأ تقولوا جانا رح تبقى هون هال3 أيام ولا ما رح تبقى؟ أنت بنتي شو اللي بدك إياه؟ أمي أنا حابة ضل هال3 أيام هون معكم. هلأ مشي الحال؟ الحمد لله جانا صار فيها تبقى 3 أيام معنا بالبيت هون، وبصراحة أنا كمان هيك بدي إياها،
أنا حابة إنك تبقي معنا، خلصنا من هالموضوع، وبعد هيك ما رح تكوني معنا، كل شي خلص. لازم تروحي تكملي حياتك لحالك وتشوفي شو بدك تساوي. يلا كلو كلو كلو. جيت؟ هات. مو كأنك تأخرت شوي اليوم؟ شو القصة؟ في كتير شغل يعني؟ لا بس كنت حابب إني أقعد لحالي شوي. قمت قعدت بمكان. شو صاير؟ أمك رجعت حكتك شي؟ لا، اليوم مريت بطريقي على بيت أرميلا. هي هيك القصة إنه أخي ما بيوثق فيني نهائياً، بيوثق بمرته يلي ما صار لها 15 يوم بس جاي على هذا البيت. تشاركنا بعلاقة قوية، كتير كنا قراب من بعض، بس يظهر أنا صار لازم ضحي بهي العلاقة من شان سمعت زوجي ومن شان حالي. أنا جاهزة أعمل أي شيء. ما عم صدق إنه أرمي، إنه أختي اللي بحبها عم تتصرف معي هيك. كل هالشي عم يصير بسببي أنا؟ بسبب ثقتك فيني؟ عم تخسر كل يلي حواليك واحد ورا واحد؟ لا أبداً، صدقيني فارشة، أنتي مو سبب شي. أنا بوثق فيكي، و أنتي بتعرفي أنا ما بعمل أي شي أبداً إذا ماني مقتنع فيه، ولحد هاللحظة ما رح أسمح أني أتخلى عنك. خليهم يحكوا يلي بدهم يا عنك، بس أنا إحساسي بيقول إنك بريئة، مشان هيك رح ضل واقف جنبك، وما رح حس أبداً بأي غلط لأني واقف جنبك. فارشا، إذا اليوم أهلي وقفوا ضدي وزعلوا مني كمان، صدقيني لأنه تفكيرهم كتير غلط، فكيف ما بدي وقف معك وكون جنبك؟ الحقيقة أكيد رح تظهر قدامهم كلهم، بس ما بعرف قديش لسه في امتحانات ليجي هذا الوقت. المهم ما رح تكوني لحالك، رح كون دائما أنا واقف جنبك. فارشا، الحقيقة رح تظهر شي يوم أكيد، بس الحقيقة الأكيدة هلأ هي أني بحبك كتير، وأنه حبي لإلك مانو غلط أبدا. جانا، أنا كتير انبسطت لما قررت تضلي هون لثلاث أيام البقيانين. مازن، لسه في كتير شغلات كنت حابة إني أقولها، بس رح تتذكريني إذا احتجتيني بالمستقبل. مو أطلب منك، لأني بعرف إنه إلي حق بهذا الشيء.
جانا أنا رايحة لعند لاكشمي على البيت، كلي فواكه بعد وجبتك، لا تقولي ما بدي، اسمعي الكلمة. شرفاني يلا خدي الدواء، وهي حليب، اشربي الحليب وبعدين الدواء مشان ما تاخدي الدواء على الريق. ما بدي أي شيء أنت جايبتي لي. شرفاني التعصيب مانو منيح إلك ولا منيح مشان الولد، مشان هيك ما في داعي تقلقي على ابني، ويا ريت انت تريحي حالك. وبابني مالك علاقه ولا باي شكل ابدا. شرفاني انت ليش بتجي لعندي دائما وانت بهذا الوش؟ هذا الوش البريء تبعك، بترجاكي روحي ورجيه لماما وبابا ومازن اذا بدك. بس انا بعرف نفسيتك المريضه والحقيره، بعرفها كثير منيح، وبعرف نواياك السيئه كمان. عم تحاولي تعملي حالك ملاك؟ انت قلقانه علي وعلى ابني كمان على اساس؟ لكن ليش رجعتي بكلامك معي؟ قليلي ليش؟ قليلي ليش رجعتي بكلامك؟ ليش رح تبقي 3 ايام زياده بالبيت؟ يا اما انت بتروحي من هون، يا اما تركينا انا وابني بحالنا ولا تتدخلي فينا من اليوم ورايح، اذا عايشين او ميتين. شو عم تقولي؟ لك انت بدك تصيري ام وعم تحكي بهي الطريقه؟ لازم تخجلي من حالك شرفاني. جانا انت اسمعي لقلك، نحن في إلنا حق بهذا الولد مثل ما انت لك حق فيه. اول شيء هذا ابن ساشين، عم تفهمي؟ ثاني شيء لازم تفهمي انه انا ومازن ضحينا بحياتنا وسعادتنا مشان هالولد يجي على الدنيا. إذا أنا ومازن انفصلنا فمشان مازن يكون أبوه لهالولد، أنا عم بتحمل أكبر خسارة ممكن أخسرها بحياتي شرفاني، وهالشي كله بس مشان ابنك. وبعد هذا كله جاي أنت تقولي لي إني مالي علاقة بابنك؟ ممتاز، ماما كانت تقلي دايما إذا عملتي شي منيح مشان حدا لا تقولي أبدا، لأنه إذا قلتي بيروح خيره. بحياتي كلها ما اجيت وقلت لك اني عملت هيك او عملت هيك، بس انت جبرتيني احكي هذا الحكي اليوم، خليتيني احكي بس مو بايدي. ماما كمان بتقول اذا الشخص ما قدر التضحيات يلي قدمناها مشانه فانت لازم تخليه يقدر هذا الشيء اجباري عنه. هذا غير انه لازم تفكري بهالناس هدول يلي ضحوا بسعادتهم كرمالك وكرمال ابنك. بعرف انه ما في فايده اني احكي معك كل هاد، بس بدي اقول لك شيء لازم تسمعيه منيح. طول ما انا بهذا البيت رح ضل دايره بالي عليكي وعلى ابنك حتى لو مو بكيفك. هذا غير ما في قوه بالعالم ممكن تمنعني عن هذا الشيء. شرفاني هذا يلي ببطنك هو الحلم الكبير تبع ماما، وانا ابدا ما ممكن اقصر بموضوع رعايته. شرفاني أنا جبت لك الحليب والدواء كمان، رح حطهم هون. أنا لهلأ ما بعرف إذا رح كون قادرة إني آخذ مكانك أو لا، شي غريب إنه أنتي فقدتي كل شي ولسه مبسوطة، ومن جهة تانية أنا اللي رح أكسب كل شي. أبداً ماني مرتاحة. فيني أسألك شي يا جانا؟ الكل بهذا البيت كتير بيحبوكي، وإنتي فيكي توقفي الطلاق بأي لحظة بدك ياها، طيب ليش إنتي؟ نحنا بدنا كتير شغلات شرفاني، بس مو بالضروري كل يلي بدنا إياه نقدر إنه نحصل عليه، وعلى قد ما
توقيف الطلاق مخوفك، بس هو مانو شغلة سهلة مثل ما أنتي مفكرة. ليش؟ شرفاني، كان فيك تنزلي الولد لو بدك تنزليه بعد موت ساشين، ما هيك؟ بس أنتي ما عملتي هيك. لشو؟ لأنه بهداك الوقت أنتي كنتي كتير متعلقة بهذا الولد، وما كنتي أبداً رح تسمحي إنه يصير عليه أي شيء. وأنا صار معي مثلك، أنا كمان متعلقة فيكي كتير شرفاني، وما بدي أي شيء يظلم هالعلاقة بيني وبينك. شرفاني، بتتذكري كيف ساشين عرفنا على بعض لأول مرة؟ يوم ساشين قال لي مرت أخي هي بتكون حياتي، وأنا ما فيني أأذي حياة ساشين أبداً، ما بقدر إني أأذي حياة ساشين شرفاني، لهيك أنا عم بعمل هالشي. أنا كمان حزينة شرفاني، لأنه مازن رح يطلع من حياتي للأبد، بس أنا يعني عم واسي حالي وكل شي بدي إياه إنه أقضي هاليومين البقيانين لي بهذا البيت بذكريات كتير حلوة، وبدي منك تساعديني شرفاني. يلا يلا بسرعة خدي إدويتك واشربي الحليب. يلا وينك مازن؟ لك بعد زمان. أهلين أخي، والله مشغول شوي، لا تواخذني. ماشي. مازن، ليك شو عم تساوي بهدول؟ إيه جانا، ما في بالبيت مي صار له شي يومين، إذا رح نستعمل المي البقياني لغسيل الثياب فرح ننقطع نهائياً، مشان هيك عم فكر إني أغسلهم هون. إيه هاتهم، روح أنت أنا بغسلهم. لا لا جانا أنا بغسلهم. قلت لك هاتهم أنا رح أغسلهم. لك مازن شو عم تعمل؟ مازن الكل هون عم بيشوفونا. شو الجديد يعني؟ عاملها كتير من قبل. بس مازن انت هلا معي بالطريق. نحن مقررنا نجمع قد ما فينا ذكريات بيناتنا سوا، وهذا انا يلي عم بعمله. هاتي. شايف كيف؟ هذا يلي بسموه حب. بس انا ما بعرف ليش بس سافيتا هي يلي ما عم تشوف هذا الشيء. رح يتطلقوا بعد بكره، عن جد شي بزعل. وسافيتا كمان ما انا ناوي تعمل اي شي مشان هاي القصه. بعترف إنه هالبنت هزمتني بجدارة. في حدا مثلها بيحب الخير وهيك قوي؟ طبعاً مو جانا أعطتك الدليل على هذا الشيء وشفتي بعينك؟ بالحقيقة هي قدرت تغيري بحجم الخير اللي موجود فيها. سافيتا، هلأ صار دورك أنت بقى. بالخير اللي فيكي، فيكي توقفي الطلاق اللي بيناتهم.
ألو؟ إيفاندو، أنا جانا عم أحكي. أنتي قلتي لبابا إنه أتصل، قوليلي شو صاير؟ إيه مرت أخي، بصراحة في شي مهم بدي أقلك يا مرت أخي. بصراحة ما عم أتقبل موضوع الطلاق. ليكي كل شي، كل شي منيح بالبيت هلأ عم بيصير يعني. وماما كمان شايفتك جانا أنت قديشك منيحة. صدقيني ما حدا فينا حابب يصير هالطلاق هاد. لك ما عم أفهم أنت وأخي ليش معندين على القصة. قوليلي مرت أخي، أنت وأخي حابين إنكم تنفصلوا ويصير هذا الطلاق؟ لا مو هيك، لكن ليش عم ترضي إنه تنهدم حياتك بهذا الموضوع؟ مرت أخي رجاء وقفي موضوع الطلاق كله. جانا أجيت عم يحكي. اسمعي كتير منيح شو رح أقول جانا. أبداً لا تفكري تغلطي وتوقفي موضوع الطلاق بيكون أحسن للكل. خلي هذا الشي ببالك جانا. إيه جانا؟ هاي مرت أخوك يلي قاعدة هون قدامي. ما بتعرف أبداً شو أهمية هالشي لزوجها بالنسبة لقصة الطلاق يعني. إنه هذا الطلاق ضروري كتير مشان يصير انتقام. تذكري جانا، تذكري انه انت دمرتي زواجي؟ لهيك لازم الدائرة تضل تدور وزواجك كمان لازم يتدمر. أجيت انت لا تحكي جانا، بس اسمعي. فكري بس للحظة وحدة، إذا وقفتي هالطلاق شو حيصير؟ فيك تغمض عيونك وتتخيلي وجه فانديتا إذا جربتي انك توقفي الطلاق. وقتها وش فانديتا رح يكون؟ اي جانا؟ انتي بتعرفي قديش فيني يكون شخص سيء مو هيك؟ هذا يلي عم قوله اذا مو مشان شرفان يعني. بس فكري بفانديتا شو حيصير؟ والطلاق ضروري تقبلي فيه. يا الله كتير ليك في نود. ايه ماما. شوفي ماما، كنت عم استناك اساسا. انا وابوك فكرنا انه نعزم اختك جانا ومازن على الغدا، شو رايك انت؟ تعرف شو في نود؟ يعني مين بيعرف شو يلي ممكن يصير بالمستقبل؟ هي اخر مره رح اقدر اعزمهم وهن ما بعد، يعني اخر فرصه، مشان هيك فكرت احكي معك قبل ما اعزمهم. ماما معك حق بكل شي عم تقولي. ماشي رح روح جيب كم غراض، يعني صهرنا القديم جاي لعنا، هي مانا مسحب نوب. انت اتصلي بجانا بالاول وانا رح رتب الامور. ايه هالتليفون ما بيرن غير وقت بكون مشغولة. ما عم بفهم مين يلي بيتصل كل هالقد. الو. مرحبا اختي، انا سوشنا. اهلا وسهلا اختي سوشنا، طمنيني كيفك انتي؟ منيحه، بس بدي اطلب منك طلب صغير اختي. قوليلي. بالحقيقه يعني اذا فيكي تخلي جانا ومازن يجوا يتغدوا عنا اليوم. يعني قصدي انا يجوا هن الاثنين. ما في داعي تلاقيلي حجج ومبررات اختي، اثنيناتهم حيكونوا عندك. وانا بدي مازن يضل يروح على بيتك، يعني مثل اي صهر بضل بفوت على بيت حماه. اختي يعني انتي. انا بتمنى لو هالطلاق ما يصير ابدا. انا ما عم صدق اللي عم تقولي. ولا انا حتى عم بقدر اتخيل انه جانا تترك هالبيت. لازم جانا ترجع على هذا البيت على طول، امتى ما بدها. اختي انا اليوم عم حملك المسؤوليه عنهم هن الاثنين، بس يجوا هن لعندك على البيت اشرحي لهم القصه واقنعيهم انه ما يقبلوا بموضوع الطلاق لو شو ما صار. بصراحه اختي ما عم يسمعوني لما بحكي معهم بهالموضوع نهائيا، بس انت اكيد ما رح يقدروا يرفضوا لك طلب. وموضوع شرفاني. موضوع شرفاني لا تشغلي بالك فيه، انا رح احكي معه وحاول اقنعها. اتركي هالقصة علي.
شو عم بتقولي ماما؟ عن جد؟ ايه عم قلك يلي صار. سوشنا؟ شو القصة؟ منوهار لك حتى سافيتا ما بدها هذا الطلاق يصير، هي بنفسها قالت لي اني اقنع جانا ومازن يوقفوا الطلاق. عن جد؟ إيه؟ هلا لازم نقنع جانا ومازن بأي ثمن كان. معك حق. يا ربي شكرا لك يا ربي، شكرا انك سمعت دعائنا مرة ثانية. مانو مانو ساعديني افرد هي على الطاولة. اصحون كمان بدك تطالعيهم. ايه بابا. ليكي فايشو خدي، جبت كل شيء قالت لي عليه امك، بس تأكدي اذا كنت نسيان شيء بيكون احسن. ماشي اخي. عدوا انتو شوي وجاي. امي استنيني جاية معي. لا لا شوي والصحون بتكون جاهزة، عدي وارتاحي. بكل الاحوال ما رح خليكي تشتغلي ابدا، لانه اليوم مميز مو هيك؟ ايه صح كتير مميز، بس ما بدي قلك هالشي هلا، رح خبركم بعدين. انتي هلا عدي وارتاحي شوي وجاي. فوت ابني. تفضل اهلين. ماما شو عم تعملي؟ الأم يلي بتهتم بسهرة مشان ترسم مستقبل سعيد لبنتها. أنت بتحترمني كتير ما هيك؟ مشان هيك بدي إياك تسمعني، ما بدي إياك تقبل بالطلاق، ولا تفكر إنه هي أمنيتي لبنتي، هي حتى أمنية أمك كمان. أنت يا ابني ما لازم تفكر بس بسعادتك، القصة متعلقة بسعادة غيرك، نحن الاثنين في إلنا حق، في إلنا حق كمان إنه نفكر بولادنا. أنت يا ابني لازم تفكر كتير منيح بهالشي. بس ماما شرا. بعرف إنه القصة متعلقة فيها كمان، قصدي بشرفاني. مازن شي كتير منيح إنه نفكر ببعضنا، وكمان نموت مشان حدا غيرنا، هالشي كتير عظيم، بس اللي عم يصير اسمه جنان. إذا منخلي كل يلي حوالينا تعساء مشان سعادة شخص واحد، الشي اللي عم تعمله انت وجانا مو صح ابدا. شرفاني ما رح تتحمل هالتغيير فجأة، لانه هذا الشي بالنسبة ما في شي رح يتغير مازن، ما في شي رح يتغير. شرفاني رح تاخد حب واهتمام كبير بهداك البيت، ورح تبلش بهالشي من اليوم. طبعا انت وجانا رح تعملوا كل شي بتقدروا عليه، وبهالطريقة ما في حدا رح يكون محتار. ومن شرفاني ومستقبله. لا تقلق، انت اترك القصة على امك يا ابني وعلي. بس صدقني مازن، ما رح نسمح لأي شخص ممكن إنه ينظلم. وإذا قصدك عن شغلة الولد يعني فيك تسجله على اسمك وتتبناه، هالشي ممكن يصير. ابني ما في حدا بده هالطلاق يصير. جانو بنتي، أنا ما عم بحكي من عندي أي شيء. سافيتا قالت لي احكي معك وحاول اني اقنعك. لا بابا هالشي مو صحيح. لا هالشي صحيح بنتي، هو كتير صحيح. ليكي بنتي، ما في شي احسن من رياحتنا النفسية بهذا العالم. بدي انتي تقليلي احساسك، انتي متوافق مع قرارك اللي بدك تاخديه؟
لا مو هيك جانو، انتو اتنين كونوا صريحين مع بعضكن لأبعد حد، وخدي قرارك لو سمحتي رجاءا. فكري بس للحظة واحدة، إذا وقفتي هالطلاق شو حسيت؟ فيك تغمضي عيونك وتتخيلي وجه فانديتا. إذا جربتي إنك توقفي هالطلاق، وقتها وجه فانديتا حيكون. مازن، متأكدة لا أنت ولا جانا بدكن هالطلاق يصير، ولا حتى عائلتكن بدها هذا الطلاق يصير. طيب ليش حتى تقرروا هالشي؟ كل المشاكل يلي بين العائلتين رح تنحل بس يتوقف الطلاق. يمكن لازم هالعلاقة بيناتكن تستمر، هالشي في خير للعائلتين. مازن، غير رأيك وخذ قرارك. انتوا الاثنين ما رح تتطلقوا من بعض. ما بيصير انكم تخلوا الناس حواليكم محرومين من السعادة بسبب قرار ممكن تاخدوه. مشان سعادتنا كلنا، خدوا وقتكم وفكروا. السكوت موافقة؟ يعني التغى موضوع الطلاق؟ عن جد وافقوا على هالشي؟ ها؟ كثير حلو هالحكي، رح خبر الكل، رح سكر، ايه؟ ليك اسمع، سوشنا حكت معي هلا، وقالت لي إنه حكت معهم اثنيناتهم وهن الاثنين وافقوا. موضوع الطلاق ما راح يصير، خلصنا. هاي حلو كتير منيح، والله هذا الشيء كتير كتير حلو، فرحتيني. أنا سمعت مكالمتك يلي كنتي عم تحكيها مع أمها لجانا اليوم الصبح كله، وعرفت شو ناوية وشو اللي عم تخططي له كمان، بس ضليت ساكتة وهادية لأنه عندي إيمان كامل بمازن إنه ما رح يظلمني. بس هلأ هو كمان كنتي مبسوطة بهذا الشي مو هيك ماما؟ كنتي عم تسايريني وتحاولي تطمنيني. شو اللي صار ماما؟ كيف يعني؟ كل شي تغير فجأة ماما؟ اجيت على هذا البيت وكلي ثقة فيكن، انتو كلكن كسرتوا لي الايمان بكل شيء فجأة. انا ما رح سامحكن كلكن بحياتي. صراحة شيء كتير منيح انك سمعتي هالشي وعرفتي الحقيقة. انا كنت حابة اخبرك اليوم بس ما بس شو ماما؟ ما بقى بدي اسمع منك اي شيء ولا قدرانة اوثق فيكي نهائيا بعد كل اللي صار. ليكي بنتي، حاولي تفهمي القصة منيح ولا تستعجلي، هذا الشيء رح يكون كتير منيح لمستقبل جانا ومازن، هو اللي لازم يصير. طيب مشان مستقبلي أنا؟ يعني مستقبلي أنا وابني شو ماما؟ أنت خالفتي كل عهودك معي. فهمي بنتي، نحن رح نحافظ على عهودنا معك كلياتا. أنت لحد هاليوم مسؤولة منا ورح تضلي هيك لبعدين كمان، ما رح يتغير شيء. هذا البيت إلك، رح يضل إلك مو لحدا تاني، ورح تضلي بالاحترام والقيمة يلي لحد اليوم عايشة فيهن وما رح يتغيروا. بنتي اسمعي، بدي منك تنسي كل شي بيتعلق بطلاق مازن وجانا وتشيلي من بالك. لحد تحافظ على الوعود اللي عطيتك ياهن، بدي اياك تبعدي عن كل شي ممكن يخرب حياة جانا ومازن. انتي بتعرفي جانا ومازن بحبوا بعضهم كتير، وانتي كمان مسؤولة من مازن. بس يا ترى هو رح يقدر يتحمل هالمسؤولية بدون وجود جانا معه؟
لك لك اسمعي شوي شرفاني. شرفاني سافيتا روحي لعنده وفهميها، روحي واحكي معها بلا ما تعمل بحالها شي وهي بهي الحالة. لك شو شو هاد؟ لك شرفاني لوين رايحة شتايتك بنتي؟ بما أنه كلكن خالفتوا وعودكن معي مشان هيك بدي روح. شرفاني بنتي، ما حدا فينا بده ياكي انك تتركي البيت وتطلعي مثل ما عمل لك، بس بنتي ما فيكي تتزوجي مازن ولا بأي شكل من الأشكال. بنتي مازن ما بيحبك هيو بكل صراحة، وشو فايدة الزواج إذا ما كان في حب طالع من القلب؟ اللي شو فايدته؟ بنتي بدنا ابنك يخلق بهذا البيت، بدنا اياه يخلق بيناتنا، بدنا اياه يكبر هون. بابا الكذب تبعك والتمثيل علي ما رح يقدر يقنعني بشي. إذا بتريد خلاص خليني روح من هون. شرفاني بس اسمعيني شوي يا بنتي. شرفاني شرفاني اسمعيني. شرفاني استني يا بنتي. شرفاني روي. شرفاني لا تروحي. شرفاني بس اسمعيني. شرفاني يا شرفاني اسمعيني يا بنتي. اسمعيني يا بنتي. اوعك الموجه شرفاني. لا تروحي سافيتا، خلص تركيها خليها تروح. اساسا احسن إلنا انه هي تروح. خلص بعدين منحاول انه نحكي معها، واذا قنعناها وقتها منخليها ترجع، بس مو هلا. هلا لازم نوقف طلاق جانا ومازن وهذا الاهم. بس خلي يوم بكره يمر بالاول، وبعدين بنقعد منفكر ومنلاقي حل لهذا الموضوع. ايه بس قولي لي شو صاير اختي؟ يلي كنا متمنينه يصير صار، جانا ومازن ما رح يتطلقوا ومشي الحال، بس شرفاني عرفت هالشي وطلعت من البيت زعلانه ومعصبه كثير. لك انت عم تحكي جد اختي؟ مازن وجانا ما رح يتطلقوا خلص يعني؟ ايه مشي الحال. لك يا ناس يا عالم، سمعتوا بهالخبر؟ مازن وجانا ما رح يتطلقوا ومشي الحال، وهنن رح يضلوا مع بعضهم على طول. بس بابا. لا شرفاني بكفي حبيبتي، ما رح اسمح لحدا يظلمك مين ما كان. بالشي اللي صار معقول يعني انه مازن وعيلته يتهربوا من مسؤوليتهم؟ ما فيهم يعملوا هيك شيء. مازن لازم يلتزم بالوعد اللي وعدك اياه، انت لازم تصيري كنتن. بابا بس. لا بكفي شرفاني، هدول تجاوزوا حدودهم اكثر من اللازم. كيف ممكن لشخص يتجرأ ويلعب بحياة بنتي؟ انا ما ممكن اتسامح بهيك شيء، ورح خلي مازن وعيلته كمان يدفعوا ثمن هالشي. بدهم يوقفوا الطلاق لكن ما هيك؟ هالطلاق رح يتم. ماما الخالة لاكشمي قالت لي انه شرفاني تركت البيت صحيح؟ ايه مازن، وقالت انها عرفت انه انكم قررتوا ما تتطلقوا وانها ما فيها تتحمل هذا الشيء، مشان هيك هي تركت البيت وراحت. ماما بس انتو ليش خليتوها تروح؟ نحن حاولنا نقنعها وما خليناها تطلع من البيت بسهولة، بس هي كانت معصبة كتير وطفشت. ليك مازن، هاي الدنيا شو ما كان اللي صاير فيها هالشي لمصلحتك. بعرف انه شرفاني كانت متضايقة ومعصبة منا وما بدها تحاول انه تسمعنا ولا حتى تفهمنا كمان، بس هي رح تعرف بعدين انها كانت غلطانة وبعنادة واصرارها على انها تتزوجك بهي الطريقة بالتحديد. بس شرفاني. اسمع ابني، شرفاني كانت مسؤولة منا، منعرف هالشي واكيد ما رح يتغير شي بالنسبة إلنا. نحنا ما رح ننكرها لا هلأ ولا بعدين، بس انه انتو تتطلقوا بس مشان هي ترضى فهاد غلط كتير كبير. جانا انا كتير مبسوط انكن ما رح تنفصلوا ابدا. بس بابا شرفاني. شرفاني نحن ما رح نسمح انه تنظلم، رح نعطيها كل حقوقها واسباب سعادتها، بس ما بصير ناخد منكن شي مشان نعطيها. شو؟ شو عم تقولي انتي؟ الطلاق ما رح يصير؟ طيب كيف؟ شو صار لحتى صارت هالمعجزة فجأة؟ كل شي كان ماشي مثل ما كنا متوقعين.
ماما ليكي معنو، بعرف انه عيلتك، بعرف انه عيلتك وعيلة مازن كتير عاطفيين وبيتأثروا كتير كمان، خايفة يكونوا جبروهم. بس يعني ليش مازن وجانا غيروا قرارهم وما بدهم بقى يتطلقوا؟ ماما يا ريت تنسي بقى، اساسا منيح هن يلي ما تطلقوا، والا جانا كان بدها ترجع على البيت لهون ويصير بدي اتحمل طول حياتي بالبيت. وبصراحة امي انا ما بدي حدا يشاركني ببيتي ابدا. لكن شو مشان انتقامنا من جانا يعني؟ هيك ما ممكن قدرنا ناخده، كيف هالشي؟ ماما انا قلت لك هذا الشي من قبل ورح ارجع اعيده هلا كمان، انا عم امشي لقدام بكل شي بحياتي، انا بس بدي اعيش حياتي منيحه مع زوجي وبنتي. وهلا حاسه انه هالشي صار قريب كتير، مشان هيك حياتي هلا قربت تصير منيحه. مضطره اسكر هلا، برجع بحكي معك بعدين. اذا جانا ومازن قرروا انه يبطلوا يتطلقوا وقتها هالمسكيني فاندو رح تكون انتهت وتدفع الثمن كتير غالي. اللي رح يصير شخص بيغلط وشخص تاني بيدفع الثمن. ماما الشاي شربتي انتي؟ انتي صايمة مو هيك؟ طيب ليكي شو تعملي؟ روحي انتي على الصلاة مع مازن يعني، وبس تخلصي انتي وياه بتبقوا بتلاقونا فورا على المحكمة، يعني بنلتقي كلياتنا هنيك، ها؟ نسبقكم وانتوا بتلحقونا، تمام هيك بنتي؟ ها؟ سمعتك ماما شو قلتي لها، هيك رح نعمل. معناتها انت اكيد واقف عم تتسمع علينا، صح؟ جانا ومازن وينهم؟ فاتوا لجوا دقيقتين، ما رح يطولوا هلا بيجوا. فاندو ماما وين اخي ومرت اخي؟ ايه بنتي ليكن جايين، فاتوا شوي لجوا، هلا شوي وبيجوا، مو انت كان بدك اياهم انهم يبقوا مع بعض وما يتطلقوا ابدا؟ هذا يلي رح يصير. ماما بس كيف هيك صار فجأة؟ هاي قصة كتير طويلة، ببقى بحكي لك اياها بعدين. سمعت انه مازن وجانا ما رح يتطلقوا، صحيح هالشي؟ كتير منيح هالشي هاد، إذا يعني هالشي رح يصير عن جد، رح أتبرع للفقر على هالخبر بدالك عن طيب خاطر، لا تعذبي حالك، أنا رح أتبرع له. بس ما بعرف، يعني ما بعرف ليش حاسة إنه هذا الطلاق رح يصير أكيد. مرحبا، يلا تعوا كلكم، القاضي اتصل فيه لفوتكم لجوا. ليكن اجوا. ليكو وين كنتوا؟ كان في عجقة كتير. ايه يلا خلينا نفوت لأنه بدهم إيانا، يلا يلا بسرعة خلينا يلا نفوت. يلا تفضلوا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.